بيسرنا وبيشرفنا انه نستضيف النجمه الجماهيريه هيفاء وهبي. عم ترقص لجنة مؤلفة من 100 شخص، شعور حلو. أنا اليوم سمعت أجمل أصوات بقدر أسمعها بالعالم العربي. مطربات بالوطن العربي ما بيعرفوا يغنوا نص اللي انت غنيتي. عم بضطر اختار بين صوتين رائعين. قاعدين على اعصابنا. هيدي لحظه الاختيار او انه يكبس وياخذ الرقم المعروض عليه ويمشي، هيدي لحظه مهمه كثير. هيدي لحظه انه يقدر يكتشف اذا خصمه اقوى منه ينسحب، ما فيها شيء، ما لنا خساره. حسيت انه هن مثل مصيرهم معلق بهاللحظه. تأثرت من تأثر والده فيه وهال رد الفعل العفوي اللي طلع منه، وحتى أسماء لما قالت لوالدتها ماما رائعة، فنيتي السيدة الطرب العربي بصوت رائع. وهنكمل إن شاء الله. شكرا لك. وجودي بحلقة النهائيات مع أنه سهل، وبعتقد آخر حلقة ما رح تخلى من الإثارة اللي كانت اليوم. I love you guys.